السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل تريد من البحث عن لابتوب بمواصفات قوية وبسعر متوسط؟ فلا عليك، لدينا لك الحل. سنستعرض أمامكم لابتوب ألعاب بمواصفات قوية وبسعر لا يتجاوز 800 دولار. إذا هيا بنا نتعرف على هذا اللابتوب. مرحبا بكم من جديد إخواني أخواتي. الحاسوب الذي اخترناه لكم بعناية في هذه الحلقة هو حاسوب مميز بمواصفات رائعة للغاية وبثمن متوسط. هذا الحاسوب من شركة أسير، وهو حاسب أسبير VX 15 المخصص للألعاب مع شاشة EPS بدقة وضوح Full HD بحجم 15.6 إنش. كما تأتي لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية باللون الأحمر. يدعم حاسب أسبير VX 15 حواف مميزة بتصميم باللون الأحمر. ويأتي الحاسب مع جيل السابع من رقاقات معالج Intel Core i7، كما يقدم مع كارت شاشة GTX 1050 Ti، ويصل وزن الحاسب إلى 2.5 كيلوغرام مع بطارية سيل 3 في الجهة الخلفية. كما يدعم الحاسب بطارية 52.5 واط بقدرة 4605 ملي أمبير مميزة ب 11.4 فولت، التي تدعم الحاسب بعمر شحن يصل إلى 6 ساعات في تجربة الألعاب. وتقدم أسير حاسب أسباير VX 15 باختيارات في الرقاقات المعالج من كوراي 7 7700 HK أو كوراي 5 7300 HK، كما يتوفر أيضا مع رقاقة HM175 موبيل بيرسي. وتقدم أسير أيضا اختيارات في كرت الشاشة من جيفور جي تي اكس 1050 أو جيفور جي تي اكس 1050 تي اي من انفيديا. كما يتوفر حاسب أسباير في اكس 15 في سعة تخزينية في ذاكرة SSD الفلاشية من سعة 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت، إلى جانب اختيار في سعة 512 جيجا بايت SATA 6 مع اختيارات في سعة تخزينية في قرص الصلب بحجم 2.5 إنش وسعة 1 تيرا بايت مع 5400 دورة لكل دقيقة. الذاكرة العشوائية في حاسب أسباير في اكس تصل إلى 16 جيجا بايت رام DDR4 بقنوات مزدوجة، كما يدعم الترقية حتى 32 جيجا بايت رام. كان هذا هو حاسوبنا الذي اخترناه لكم في هذه الحلقة. أتمنى إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تبخلوا علينا بزر لايك للفيديو واشتراك في القناة لتصلك جميع أخبارنا في عالم التقنية والمعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.